الطبيعة أحيانا تأبى إلا وأن تضع بصمتها على حياة الإنسان ونشاطه، وتحدد ملامح وشكل وضع يده وعلاقته بما يحيط به. خصوبة الأرض والثراء البيئي تجعل الشجيرات تنبت من بين الأحجار. الماشية بمختلف أنواعها تتعدد الخيارات أمامها من أين تعتشب. الطيور النادرة تنسجم ألوانها وما يحيط بها من طبيعة، حيث تعتبر المنطقة مقصدا لكثير من الطيور النادرة. النساء وحتى صغيرات السن منهن يقع على عاتقهن عبء إضافي بجانب الأعمال المعتادة كإعداد الطعام، فجلب الماء وأحطاب الوقود وغيرها، تمثل ملمحا بارزا لنساء هذه المنطقة. فالحدود التي تفصل بين الرجل والمرأة في المهام هنا ليست كما عليه في حاضرات المدن. لهداوتها وخضرتها وطيب هواها ولتعدد سبل الرزق بين الرعي والزراعة، تعتبر المنطقة موطنا للعديد من القبائل. ولكن أبرز هذه القبائل وما يعدون أصحاب الأرض هم اللانجسنا.
الأزياء المزركشة والاهتمام بالزينة والإكسسوار والتفاصيل الصغيرة بصمة تميزت بها قبيلة لامبرارو، وهي إحدى القبائل الرعوية التي تسكن منطقة باو، وهي تعد إحدى مجموعات قبائل الفولاني، حيث إن كلمة أمبرارو تعني رعاة البقر بلهجة الفولاني، وهي كذلك لها امتدادات خارج حدود السودان الجغرافية. ولكن ما يحدد حركتها وسكونها في هذه المساحة الشاسعة هو عنصر الماء والمرعى. غرابة طبائعها وعاداتها وتقاليدها وممارساتها الحياتية واهتمامها بالسحر والشعوذة جعل منها مادة بحثية لمختلف المجالات والعديد من المعارف.